الله السيد جاسم السيد عبد القادر السيد احمد الرفاعي شيخ يعني الطائفه الرفاعيه في مدينه البصره في العراق. سبحان الله، هو عاش بالكويت اغلب حياته، كان بوزاره الاعلام، واخوه السيد هاشم السيد عبد القادر السيد احمد الرفاعي ابو طلال كان في سكرتير محمد الصقر ايام تو توفى الوزير عبد الرحمن الحمضان محمد ناصر الحمضان العتيبي الوزير، يعني جيلهم والزير واللي كانوا العتج صالح المسباح، ومر عليه وزراء خالد الجسار عبد الله مشاري الروضان، كثير من الوزراء الزميع غيرهم المعتوق. وهو شيخ الرفاعيه في البصره، وكان يعني محب للوالد سيد السيد هاشم السيد احمد الرفاعي الوزير نائب شيخ الطريقه الرفاعيه الصوفيه، وكان طريقته رفاعيه صوفيه، وكان له محبين كثير. وهو من الشخصيات الاجتماعيه، وتوفي اخر عقب سقوط نظام صدام رجع الكويت وعاش فيها وتوفى فيها في ارضها، فهو منها واليها. وكان قبله بالرفاعي شيخ رفاعي السيد فؤاد الرفاعي، وبعدين يا السيد شو اسمه يعرب وغيرهم. الله يوفقك ويرحمك يا سيد جاسم. كان ينادي لي خالي خالي خالي، تعلق فيني سبحان الله رحمه الله الفاتح.